اخوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحيحه؟ نتمنى تكونوا دوزوا نهاركم في احسن الظروف واحسن الاحوال يا ربي. دابا اليوم غادي نشارك معكم الخبيز ديالي، غادي نديرها. دابا هنا درت الفورس، واحد زلافه الفورس ونص. هنا درت جوج زلايف ديال النخاله، الطحين ديال النخاله، ها هو هنا. درت مريحه صافي. الخميره انا فزكتها هنايا، ودابا غادي نعجن الخبز ديالي. وتبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا كيفاش غادي تجي الخبز ديالي. نخلط هكا، نخلط الطحين بحال هكا. يبغى يدير شويه ديال السكر، شويه باش تحمر ليه الخبز وصافي. اللي ما بغاش راه الاختيار ديالو. دابا عاد كبيت الماء، راه كنخلطي بيد وحده ونصور بيد وحده. البارح راه ما صورتش، راه بعيد عليكم، كنت عيانه شويه، دارني ظهري، داكشي علاش ما صورتش، عييت. درتها في هذه، ما جبت كاع القصريه كاينه وما درتهاش، درتها في هذا البول. خوتي خبزي ها هي، هاني ساليت العجينه. دابا غنولي نجمعها نتوما، دابا غنجمعها مزيان. هاني دابا عاد جمعتها، ودابا غادي نجيب الزيف علاش غنصايبها. الخبيز ديالي انا قطعته بحال هكا، صايبته بحال هكا هانتوما. وهذا هانتوما. المهم دابا راه تطلق، غادي نغطو وندير في اللاطة. المهم انا اللي درت داكشي كنشاركو معاكم وصافي، راه اي واحد راه تيدير تيعرف يصاوب الخبز. المهم كنشارك معكم شنو كندير كل نهار، وكندير حاجة كل نهار وتيسيرو كل نهار ورزقو. هذاك الشيء اللي كاين اخوتي. دابا اللاطه هي هذه، ملفه كنديرها داك بابي كويسو
تقاد عليا ما بقاش عندي. دابا درتي شويه ديال الطحين بحال هكا باش ما تلصق ليا الخبز، وغادي نقرصو في اللاطه. هانتوما دابا غادي نجيب الطحين باش نبقى نقرصو. دابا غنبدا نقرص، نبدا معاكم ندري عليه هذيك بحال هكا. راه فيه شويه الفورص تيجي زعما تيطلق. نعاود معاكم واحده اخرى، هانتوما نزيد معاكم ها هادي. هاني طيبت معاكم أربعة ديال الخبيزات، هما نتوما ها هما صافي ساليتهم. هزت ليا 8 ديال الحبات، 8 الخبيزات هادو. هذاك بابي كويسو اللي تندير، المهم ما تيخليش هاد الربينه ديال الطحين وداك الشيء، اللاطه كتبقى مغسوله. درت تا هاد اللاطه ديال الصغيره، تا هي هزت ليا 6 ديال الحبات. هانتوما وهادي راه شتوها قبيله، راه شويه نشعل الفران يسخن. الخبيزات ديالي انا درت لهم هادو بفرشي ثاني تقدتهم. هانتوما دابا غادي نديرهم في الفران. الخبيز ديالي انا ساليتو، هانتوما دابا يصلح في الفطور. نقودي دابا بحال دابا في الصباح، خبيزة وحيدة مع زيت العود ولا زويتينات كنت داير اتاي داكشي اللي سخر الله وصافي بارك. احسن حاجة نقطع لكم شي وحيده تشوفوه. درت كتير شي نخال، الطحين ديال الزرع ولا النخال ولا كيفاش تقولوا لي. صافي دابا غادي نفرق في الميكا، تكون الميكا ندير فيها جويجات ولا ثلاثة، وغادي نديرهم في الفريكو. ونتمنى يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، ومعافاك ما تنساونيش لايك كومونتير وديروا ابوني والجيم البارطاج. وانتم خاطركم درتو جيم الله يرحم الوالدين، ما درتوهاش
نتوما نتوما وخاطركم.